من فترة بسيطة من كم سنة في أوقات الحرب، أتذكر كنت في منطقة أربيل مع بعض الإخوة ورحنا تقابلنا مع مجموعة من اليزيديين، وطبعا البنات اليزيديات اللواتي اختطفنا على يد الإسلاميين داعش، وللأسف كانوا يبيعوهم كجواري. وأنا رحت كمان على الرقة في سوريا في ساحة اللي كانوا فيها يبيعوا البنات، وإذا بتتذكروا على التلفزيون كانوا بيربطوا إيديهم بسلاسل ويسوقوهم ويقودوهم. طبعا اللي كانت صدمة لكل العالم في القرن 21 إنه في لسه ناس بتقوم في هذا العمل في بيع البنات اليزيديات. وبعدين اكتشفت إنه في بعض الرجال إنه كانوا بيشتروهم من داعش، والغرض من هذا الشراء إنه يحرروهم من العبودية. وطبعا جزاهم الله خيرا وكافأهم كل بركة وكل خير على هذا العمل العجيب والبطولة العظيمة إنه يحرروا الفتيات اللواتي كنا يبعنا كرقيق كعبيد طبعا في منطقة الرقة للأسف الشديد.